السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل مع بعض السليبر ده، سهل وبسيط جدا بطريقة أسهل من الفيديو اللي كله اشتكى ان هو تصويره ما كانش واضح شوية. يا رب الشرح يعجبكم ويكون سهل، وما تنسيش تعملي للفيديو لايك. ولو انت جديدة على قناة كوريشي ميكر ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. في حاجة بس مهمة حبيت اقولها في البداية، ازاي بناخد طول السلسلة الداخلية اللي انا ببدأ عليها الشغل، بتطرحي عرض القدم من طول القدم بيوصل معاكي السنتيمتر، يعني مثلا دوت كان 25 سنتي، هنطرح من 8 طلع معانا 17 سنتي. بدأنا بيه عدد السلسلة، هي 22 غرزة بس هي مش ثابتة عشان هي بتختلف على حسب سماكة الخيط، فانت هتطرحي الطول من العرض، العرض من الطول، وبعد كده تشتغلي مع العدد اللي طلعلك عدد غرز. تمام، هسيبكوا بقى مع الشرح. هنبدأ مع بعض. انا هستخدم ابرة 5 ملي عشان الخيط الكليم معايا رفيع. هبدأ ب22 سلسلة. اول حاجة نعمل عقدة البداية ونعد 22 سلسلة. عملت 22 سلسلة وهرتفع بسلسلة عشان تبقى هي البداية بتاعت اول السطر. هنشتغل غرز حشو، نعد 11 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 كده. هنعد 2 4 6 8 10 11 غرزة حشو. بعد كده هنكمل بغرزة العمود بلفة، هنشتغل كل الغرز عمود بلفة لحد آخر غرزة وارجع لكم تاني. عملت 10 غرز عمود بلفة، والغرزة رقم 11 هنشتغل في نفس الغرزة 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وهنشتغل قصاد العمود عمود بلفة وقصاد الحشو غرزة حشو وبس. هنكمل قصاد كل عمود عمود وقصاد غرز الحشو هنا غرز حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة وارجع عشان نوريكم هنعمل ازاي غرز التزايد. عندنا احنا كده عملنا غرز تزايد الوش 4 غرز. هكمل عشان نقفل مع بعض الغرز بتاعت التزايد بتاعت النعل من ورا. خلصت غرز العواميد، اشتغلت قصاد كل عمود عمود، وجينا عند غرز الحشو هنعمل غرز حشو قصاد كل غرزة حشو كده. وصلت اخر غرزة، في الغرزة اللي احنا اخدناها اللي ارتفعنا بيها في اول السطر هنقفل بمنزلقة كده، وهرتفع بسلسلة، وفي غرزة الحشو الأول غرزة اللي هي بتاعت الجوانب بتاعتي من ورا من عند الكعب هنعمل فيها 2 غرزة حشو، وهكمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس. اشتغلت فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة لحد ما وصلت لغرز العمود بلفة، هشتغل فوقيها غرزة نص عمود. لو الخيط بتاعك سميك انت هتعملي غرزة حشو عادي،
انا عشان الخيط رفيع انا بعمل بالطريقة دي، وبرضه عدد الغرز طبعا مش ثابت، بتعملي عدد الغرز على حسب سماكة الخيط بتاعك وعلى حسب طبعا المقاس بالسنتيمتر. وصلت الغرز التزايد اللي هما 4 عمود بلفة بغرزة، هشتغل في كل غرزة عندي 2.5 عمود. تاني غرزة، تالت غرزة، رابع غرزة. كده انا خلصت التزايد، هكمل فوق كل عمود 0.5 عمود وغرز الحشو وغرز حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة عشان نعمل فيها التزايد مع بعض. خلصت السطر وصلت لاخر غرزة حشو اللي هعمل فيها التزايد، هشتغل فيها 2 غرزة حشو، 1 2. وفي الغرزة اللي احنا قفلناها في السطر في بداية السطر اللي احنا عملنا فيها منزلقة، هشتغل فيها 2 غرزة حشو كده، وهقفل في غرزة الارتفاع بمنزلقة بالطريقة دي. هرتفع بسلسلة وهشتغل في أول غرزة حشو 2 غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو واحدة، وهكمل غرزة حشو لحد ما اوصل لغرز التزايد، يعني السطر ده كله غرزة حشو لحد ما اوصل هنا لغرزة التزايد وارجع لكم. وصلت لغرز التزايد وهشتغل في اول 0.5 عمود 2 غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو واحدة، بعد كده 2 غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو واحدة بس. خلصت غرز التزايد وهكمل غرزة حشو واحدة بس لحد ما اوصل لآخر السطر عند غرزة التزايد وارجع لكم تاني. خلصت ووصلت لغرز التزايد، هشتغل في أول غرزة حشو فيهم 2 غرزة حشو، 1 2، غرزة حشو واحدة، بعد كده 2 غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو واحدة، وهقفل في غرزة الارتفاع بمنزلقة. ومش هرتفع تاني، هشتغل في كل غرزة حشو تقابلني غرزة حشو واحدة بس، ما عنديش اي تزايد. السطر ده كله هشتغل غرزة حشو واحدة. لو الخيط بتاعك سميك خلاص انت هيبقى كده النعل بالنسبة لك انتهى، بس انا عشان الخيط رفيع لسه هدي كمان سطر حشو من غير اي تزايد، وهرجع لكم تاني عشان نقفل مع بعض واوريكي القفلة ازاي. وصلت لاخر غرزة حشو وقصيت الخيط، هخرج كده منها خالص، ومن غرزة الحشو اللي هي أول غرزة حشو دي هسحب الخيط من هنا كده من جوه، ومن الحلقة الخلفية بتاعت غرزة الحشو اللي هي كانت آخر غرزة عندي هسحب الخيط بالطريقة دي كده واشده. دي القفلة كده، بصوا مش باينة ازاي، اتساوت كأنها غرزة حشو بالظبط زيهم. اخر خطوة عندي في النعل وهي ان نقفل النعلين مع بعض، هنقفل بغرز منزلقة كل غرزة بالغرزة اللي قصادها. كده غرزة الحشو، اول غرزة حشو مع اول غرزة حشو بمنزلقة،
وكل غرزة مع الغرزة اللي عليها الدور، ونقفلها بمنزلقة. هكمل النعل كله بالطريقة دي لحد ما اخلصه خالص، ونرجع مع بعض عشان نبدأ الوش. خلصت النعل وقفلتهم في بعض، وهنشتغل بقى الوش باللون التاني. انا محددة من عند غرز الوش كده قبل التزايد بغرزة وبغرزة من الناحية التانية، وبحط العلامة هنا. هنشتغل 19 غرزة حشو. نسحب الخيط ونعمل اول غرزة، هنشتغل في سطر المنزلقة اللي احنا قافلين بيه النعلين مع بعض، ونعد بقى 19 غرزة كده، 2 3 اشتغلت 19 غرزة. هقص الخيط، كل سطر بقص الخيط. السطر التاني هاجي هنا قبل ما بدأت بغرزتين كده، 1 2، وهسحب الخيط من أول غرزة بنفس الطريقة. وهشتغل تاني غرزة حشو على السطر برضو على النعل، وده كله بشتغل على الخيط. وأول غرزة حشو عاملاها في السطر اللي فات هشتغل فيها كده. تاني غرزة حشو في السطر اللي فات هعمل فيها أول نص عمود. يبقى على السطر اللي فات عملت 1 حشو وواحدة نص عمود. الغرزة اللي بعدها هبدأ فيها عمود بلفة، 1 كده. بعد كده هشتغل 2 عمود بلفة مع بعض. أول عمود بلفة مش هخرج، هاخد تاني عمود بلفة واخرج منهم هما الاتنين مرة واحدة كده. بعد كده هشتغل عمود 1 بلفة، بعد كده 2 عمود بلفة مع بعض. هشتغل عمود 1 بلفة، عمودين بلفة، عمود 1. طريقة الشغل كلها في نفس السطور بتبقى بنفس الطريقة، يعني السطر التالت والرابع والخامس هيبقى بنفس الطريقة دي بالظبط. هنبدأ بحشو ونص عمود عمود كده، ونلم مع بعض الشغل عشان نلم الوش بتاعنا. 2 عمود بلفة، عمود بلفة، وبرضو الخيط اللي من هنا هنشتغل عليه، 2 عمود بلفة مع بعض، 1 2. باقي غرزتين هشتغل في واحدة نص عمود، والتانية هشتغل فيها حشو، وع النعل هشتغل 1 حشو. كده وغرزة منزلقة. واقفل الخيط واقص.
خلصنا كده السطر التاني، السطر التالت برضو قبل السطر التاني بغرزتين، هنخش غرزة ونسحب الخيط وناخد غرزة كده، والغرزة اللي بعدها نعمل فيها غرزة حشو. وأول غرزة في السطر التاني هنعمل فيها غرزة حشو، تاني غرزة في السطر هعمل فيها نص عمود. طبعا الخيط بتقصيه أول بأول، بتشتغلي عليه وتقصيه. بعد كده هنشتغل عمود واحد بلفة، عمودين بلفتين بلفة، عمودين مع بعض تناقص يعني، عمود واحد بلفة، وهكمل لحد ما اوصل لاخر السطر بغرزتين وهرجع لكم. اشتغلت السطر كله عمود بلفة وعمودين مع بعض، وفي اخر غرزتين عملت نص عمود وواحدة حشو. على النعل هنعمل غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعدها هعمل فيها منزلقة واقفل الخيط واقص. السطر الرابع هسبق السطر التالت بغرزتين، نفس الطريقة بالظبط مفيش أي اختلاف. هنسحب الخيط كده، والغرزة اللي بعدها هعمل فيها واحدة حشو، وأول غرزة في السطر هعمل فيها واحدة حشو. تاني غرزة في السطر نص عمود، بعد كده عمود بلفة، بعد كده هشتغل عمودين مع بعض بلفة. أول عمود ومخرجش منه خالص، أخلي معايا لفة على الإبرة، تاني عمود وأخلي معايا لفة، وبعد كده أخرج منهم خالص واكمل عمود بلفة عمودين لحد ما اوصل لاخر غرزتين، واعمل واحدة نص عمود وواحدة حشو. خلصت السطر، وعلى النعل هعمل غرزة حشو وغرزة منزلقة واقفل الخيط واقصه، تاني غرزة منزلقة واقفل الخيط، خلصنا السطر الرابع، السطر الخامس واخر سطر في السليبر كله. نسحب الخيط، غرزة حشو، على اول غرزة في السطر غرزة حشو، نص عمود، عمود بلفة، اتنين عمود بلفة مع بعض، خلصت السطر. وعلى النعل هنشتغل غرز حشو، كل غرزة تقابلني لحد ما اوصل لهنا كده. في باقي غرز المنزلقة كلها اللي كنت قافلة بيها النعل هنشتغل غرزة حشو واحدة، هكمل غرز حشو وارجع لكم عشان نقفل.
خلصت السطر واخر غرزة حشو هنعملها، هدخل بالغرزة كده بس مش هطلع، هسحبها من اول غرزة عندي من الحلقة الخلفية بتاعتها. واخرج بالخيط خالص كده، ومن غرزة الحشو دي اللي هي تاني غرزة حشو في السطر هسحب الخيط كده، وهاجي من اول غرزة من اخر غرزة اللي انا قافلة فيها، وهنسحب الخيط من الحلقة الخلفية بالطريقة دي كده. عملت كأن الشكل ايه، كأنها غرزة حشو عليها دور كده. القفلة مش باينة خالص ازاي، خلصنا السليبر. واخر خطوة بقى هي التزيين، براحتك حطي اي حاجة انت عايزاها، انا هحط له الكورة دي شكلها حلو عليه فهحطها. هثبتها بقى بإبرة التنظيف وخيط قطن ودوت عشان اخيط بيه، لابس كده وتخيطي كده. خلاص السليبر خلص، يا رب الشرح يكون سهل وبسيط ويكون عجبكم، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو عجبك شيريه. شكرا.